السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، نعود إليكم من جديد. الموضوع ديالنا ديال اليوم وهو شري فيلا في الطليان. كاينين خمسة ديال الفيلات في واحد المنطقة اللي هي فيها البيع غالي، يعني فيها العقار غالي، هي ريجو ميليا. أنا نهضر لكم اليوم على هاد الخمسة ديال الفيلات اللي أنا متبعهم أنايا تقريبا شي عام هادي، وأنا متبعهم واليوم كاينين الأثمنة ديالهم مزيانة. الفيلا مفينية من برا، فيها الطيطو وفيها الشراجم والحيوط مفينين برا، مصبوغة مقادة، الشراجم واعرين بخمسة بيهم مفينين، ولكن الداخل غادي تفينيه انت على الدوق ديالك، باقي ما فيها والو، باقي كحلة كما كنقولو لها حنايا، يعني باقي خاصة لي بيانتو ليكتريكو لي بيانتو ليدراوليكو ولا فينيتورا ديال لي بيستريلي وجينيرالي ديال الحيوط. اوكي، ولكن على برا مفينية، ولكن الثمن جد مناسب، يعني في 3 سيدي بالنور ما غتلقاش هاد الثمن هذا ديال هاد الفيلا هادي. فهمتي اش بغيت نقول؟ ما بعيداش بزاف على ريجو ميليا، هي محسوبة على البروفينسا ديال ريجو ميليا، وكيف كنعرفوا ان بولونيا مودينا ريجو ميليا وبياتشينسا وبارما اثمنة خيالية تما اللي بغى يشري، يعني ما كاينينش. هي خارجة واحد شوية، خارجة على ريجو ميليا، كنعاود نقول لكم خارجة على ريجو ميليا، ولكن كاينين بزاف مثلا بزاف ديال البنات اللي قدروا مثلا يشريوها وما خدامين ديجا بادانتي، يقدروا يشريو هاد النوع ديال الفيلات. الا كنتي مثلا كتخدمي في مودينا ولا ريجيو ميليا ولا بارما، تقدري تشري هادي تولي عندك ساكن، وراكي غادي تسكني في فيلا. هاي شنو هي فيلا؟ فيلا بالكراج ديالك، بالبريمو بالسيكوندو ديالك، فهمتي؟ على قد الحال، ماشي ولا فيلا غرانديسيما، فيلا صغار سكيرة، ماشي كبيرة، صغيرة، ولكن اثمنة جد مناسبة. انا غادي نعطيك غير العنوان، وركب في طوموبيلتك وسير طل على العنوان اللي عطيتك. اوكي، كاين اللي غادي يقول لي راه في الخلا الخالي، هذاك اللي تيقول لك راه في الخلا، هذاك حيت ما عندوش ترونسبور، هذاك باغي يخرج من الدار يلقى الطوبيس، فهمتي؟ وفي الفيديو اللي كنت صيفط غادي تكون خارجه، وهذه اغلبيه ديال الناس باغين الدار تخرج من الدار تركب في الطوبيس، او تخرج من الدار تركب في المترو. انا كنفضل نخرج من الدار نهز طوموبيلتي ونمشي فين ما بغيت، تكون داري خارجه احسن، لان ولدي الا خرج من المدرسه كنعرفو في الوقيته يخرج من المدرسه راه مشى للدار، ما مشاش مع الكومبانيه وكيدور. فهمتيني اش بغيت نوصل لك؟ غنكملوا الاخوان. الوغ غنبداو بالثانيه، كاين نهار 7 شهر 2 مع 3، العنوان هي فيلا سكييرا ان كورسو دي. يلاه 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 خاصها تفينا، يعني مفينيا من برا ومن الداخل. لا هاد الطيطو راكم عارفين شحال تيدير. الثمن ديالها الاخوان هادي 30,000 أورو، 30 مليون، فيها الكراج وفيها البريمو سيكوندو وبالكوني، وزوينه ونقيه. انا غادي نوريكم العنوان ديالها فين جا. كاين واحد الفيلاج، واحد الكوموني كاين في ريجو ميليا، سميتو توهاينو، توهاينو سميتو اينو، تي او ا ان او، تورينو، توهاينو سميتو، فيا كاربيلا نومرو 11، فيا كاربيلا نومرو 11، هادو كاملين كاينين في هاد الفيا كاربيلا في ريجو ميليا. اوكي اخوان، عاد انا نوريك برا ديالها باش تشوفوا. شوف معايا برا ديالها، شي برا ديال الفيلا كي داير الكراج، البريمو سيكوندو عندها الدخله من الهواء، وهاد الدخله هادي اللي من هنايا. غندوزو الثانية الإخوان، الفيديو غيكون طويل شوية ولكن غادي نستافدو منه إن شاء الله. غندوزو الثانية اللي هي نفس المنطقة، واحد عنده الفلوس كان كيبني باش يبيع، دار فاليمينتو باش يبيعهم ويستافد منهم، دار فاليمينتو، ولكن راهم فين هما على برا مفينين واعرين، ومن الداخل غادي تفينهم على الدوق ديالك نتايا. غندوزو أسيدي الثانية اللي هي في نفس الفيا، شفنا الاولى وندوزو للثانيه. هي الثانيه في اللون خضر بيستاش، حتى هي في فيا كاربيلو. هذه يا سيدي دايره 21,000 أورو، كاينه 7 شهر 2 2023 مع 3، 7 شهر 2 2023 مع 3. انا غنوريك. هاي الشيخ انت اخويا، شوف 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 اللون كي دايره، كراج عندها داك الباب ديال اعطي الجردة من هنايا، هذا على برا.
شوف الداخل كي دايره، شي الداخل باقه معطوني، ولكن راك غادي تصلح فيلا على الذوق ديالك نتايا. شو تبارك الله كي دايره. بغيت تشوف الثمن؟ انا نوريك الثمن. فين هو الثمن؟ ها الثمن، شي هي شحال هادي؟ 21000 اورو. راهي العنوان، راه الفيلا، راه الرقم 11 دائما، راه نهار اش غتكون في لاسطا، راه الرقم ديالها بروبيو. اوكي، استافدوا الاخوان، استافدوا استافدوا. كاينين الناس يقدر دابا تخيل معايا، تكون عندك واحد 100 او عندك 200000 اورو. كاينين بنات انا كنعرفهم بزاف اللي عندهم هاد الشيفره هادي، رغم كاينين بزاف عندهم هاد الشيفره. تقدر تكون عندك دابا 200000 اورو، تقدر تشري ثلاثه وتصلحيهم وتبيعيهم. فهمتي اش بغيت نوصل لك؟ تقدر تشري ثلاثه تصلحيهم وتبيعيهم، افاريا 21000 اورو. غندوزو لوحده اخرى عاوتاني، هادي في اللون الغوز، هي هادي يا سيدي، حتى هي كاينه نهار 7/2/2023 مع ثلاثة، دائما نفس العنوان، دايره 26000 اورو اللي دايره. هادي فيها الدريجات كطلع واحد شويه، عاد الدار عاليه واحد شويه. كاين اللي غادي يقول لي المنطقه خارجه بزاف بعيده، نو. كاين اللي بغى يستثمر، كاين اللي عايش في المانيا في فرنسا باغي يجي يستثمر هنايا. كاينين الدراري عندهم الجنسيه مشاو لفرنسا، ولكن دابا حاليا باغي عنده فلوس باغي يستثمرها، بلاص ما يستثمر عنده الجنسيه، بلاص ما يستثمرها في البلاد باغي يستثمر هنا. هاد الاثمنه راه ما تلقاهاش، ما تلقاهاش حتى كنت. 26000 اورو هادي. غندوزو لهاد الصفرة، ها انت سيدي، انا غنوريها لك. ها زيد زيد، شتيها الكراج البريمو سيكوندو في البيانو تيرو، سيكوندو البريمو بيانو في لا سوفيتا. وكيف العاده الداخل ديالها، ها الشيء الداخل ديالها كي داير، يعني خاصو يتفينا، ولكن راه افاري بني جديد. حياتي اخوان، حاولوا تبارطاجيو كي تعم الفائده. هذه راه نفس العنوان، همزه، هذه دافيرو همزه. الناس ديال بارما ريجو ميليا راه قريبه ليكم، الناس ديال بارما ريجو ميليا مودينا بولونيا، هادشي راه ما بعيدش عليكم. بغيتي تركب شد العنوان وسير قلب، شوف المنطقه كي دايره، وقول لي ديك الساعه في التعالي ركب وسير، ماشي غير دخل لجوجل وتشوف العنوان. انا بغيتك تمشي، حيت السيده اللي جات من المانيا وغادي تاخذ هذيك البارتمان ان شاء الله بحول الله في ب 10000 اورو. هذيك السيده اللي جات المنطقه، قالت لي منطقه زوينه، هي كانت اصلا عايشه في الجنوب، قالت لي منطقه زوينه هذه اخويا، توفي غنتوكل على الله. 10000 اورو شنو هي؟ والو، حتى حاجه. فهمتي اش بغيت نوصل لكم؟ حاولوا تبارطاجيو الاخوان. كاينه وحده اخرى اللي هي هذه الاخرى، فيها الجرده كبيره شويه، دايره 27000. هاد اللي وريتكم دابا، هاد الصفرا دايره 24 الاخوان، يعني كنلعب من 21 حتى 30000. اوكي، هادي دايره 27000 اورو، غدوز نهار 7/2/2023 مع 3 ديال العشيه. لوط الكود ديال لوطو نمرو 9، الرقم ديالها 6، لوطو 6. هادي كبيره وفيها حتى جرده كبيره، وباقي ما مفينياش حتى الحيوط ديال برا، ماشي كلهم مفينين. عاد شتيها، هادي هي الفيلا، هي هنايا المطوني باقي هنايا باش غيسدو هاد البلاصه. هادي هي الخضره اللي وريتكم، راه هما كاملين مجموعين في قنت واحد، كل وحده بالجريده ديالها، كل وحده وديالها. فهمتي اش بغيت نوصل لكم؟ ها الداخل ديالها، شتي الداخل ديالها باقي ما مفينيش، ولكن راه افاري، راه 24000 اورو الاخوان. هادي راه ما تشريش لك حتى بقعه، ها فين هو الثمن؟ بقعه في البلاد ما غتاخذهاش، 27 هادي، ها هي 27000 اورو، ها هو العنوان. سيروا الله يسهل عليكم، اللي بغاها الله يسهل عليه. تحياتي، وحاولوا تبارطاجيو كي تعم الفائده. كيف العاده، كنت اول مره غتشوف القناه ديالي، مرحبا بك.
حاول تفعل الجرس وتشارك في القناة، لأن مرة مرة كندير مباشر ومرة مرة غادي نجاوبك على السؤال ديالك على المباشر إن شاء الله. تحياتي، وما تنساش دير لايك باش الفيديو يوصل المعني بالأمر دياله. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله. المرة الجاية غندير مدينة واحدة أخرى. هادو حش أنا من شحال هادي وأنا متبعهم، هاد الفيلات هادي من شحال هادي، شي عام دابا وأنا متبعهم. كل مرة كندخل وكل مرة كينقصوا، فاش كيدوزوا كينقصوا. قدروا دابا يوصلوا النهار لاصطة، يعني 7 شهر جوج يوصلوا وما يتشراوش وتعاود تنقص في الثمن، فهمتي؟ هادو كاملين بغات شي واحد عنده شركة ديال البني، وعنده شي 3 ولا 4 ديال الخدامة، وعنده واحد شوية ديال الفلوس دا انفيستيره ويتوكل على الله ويمشي يشريهم كاملين كاملين. ولكن خاص تكون عندك شركة، تكون عندك الحرفة نتايا ديال تبنيت، لأن إلا كانت عندك الحرفة أي ريسبارمياتو، يعني كلشي رباح عندك. تحياتي وبارطاجي، والحرفية غادي يعرفوا بشحال غادي تطلع لك غير هاد البقعة، وبشحال غادي تطلع لك غير هاد البني هذا، بشحال غادي يطلع لك الحريفيه راه عارفين. تحياتي، غير هذا الشيء ما غاديش نقول لكم، ما عرفتش ما نقدرش ما نقول. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله. راكم عارفين البني ديال الطاليان صحيح. بارطاجيو الاخوان.